وأنا أعرف واحد ما يزال حي يرزق، صديق لي من 20 سنة أخذ تقارير وراح الأطباء في ألمانيا، ولما أعطاه الطبيب قال له الطبيب بعد ما شاهد الشيء قال هذه تقارير لإنسان قد مات ودفن تحت الثرى، لا يمكن أن يكون حي موجود. قال لا هذه تقارير تخصني أنا، وما يزال إلى ساعة كلامي أنا وهو موجود. صحيح أنه يعاني ولكنه يذهب ويسافر ويأتي وإلى آخره ويعيش. سبحان الله، هذا شيء جميل بشرط أننا نفقه فقها جيدا.